يا سيادنا، عايزين تعرفهم يعني ايه سلفية؟ انا هقولها في اللغة. يعني معنى كلمة سلفية ايه؟ معنى كلمة سلفية يعني الاسلاف السابقين والاباء والاجداد السابقين. ما شاء الله نبيه جدا. المسيحيين عارفين، ايه ده؟ مين الراجل العبيط ده؟ والارثوذكسيين عارفين. الراجل ده عبيط قوي. وانا بقول للارثوذكس، اذا كنتوا بتخافوا على مصر وبتحبوا مصر، قولوا من اين جاءت السلفية. الراجل ده عبيط جدا في كلامنا. انا معاكم لان انا قاري وعندي مستندات الواضحة. جاي مع مين ده؟ انت جاي مع مين؟ استنى بقى، ما حدش له دعوة، ده معايا انا بقى. وانا مسلم. أرجوك ما تسمحش لنفسك بتقييم الموقف بدون دراسة مسبقة، وإلا هتخرج بمفهوم خاطئ تنعكس على رغبتك ابتداء في تلويث الآخرين. الأمر اللي جعلني في النهاية مضطر للدفاع عن صديقي بصرف النظر عن أي اعتبارات أسرية بعيدة عن أرض الواقع. ما شربتش الشاي أشرب أزيد. طيب الإسلام في حاجة اسمها سلفية؟ خالص إطلاقا. لا يوجد سلفية في الإسلام. إذا فلنذهب وراءهم إلى يثرب جميعا. إنهم يتبعون دينا جديدا، فماذا نحن فاعلون؟ ماذا تريد أن تقول يا ابن أبي شفلحة؟ هل صبرت عن دين آلهتنا واتبعت الدين الجديد؟ لأذبحنك ذبح البعير. الإخوان المسلمين اللي أسسها الام 6 المخابرات الإنجليزية. هو عارف انه عبيط؟ والحكومة عارفة انه عبيط؟ هي. يعني مكتوب في الباسبور عبيط؟ مكتوب طبعا. وفصيلة الدم ابيته. الامريكان دلوقتي، وانا زعت بالمستندات قبل ما اي حد يقول، الاجتماع الذي تم بين برنارد ليفي اللي طالع اول امبارح في الجورنال، يقول لك ان المخططات الموجودة في الشرق الاوسط مخططات يهودية. انت طالع يا برنارد ليفي تقول هذا الكلام والجورنان، امال انت ايه يا اخوي؟ اسحقي، امال انت من ايه؟ اسحقي، ما انت يهودي. انت معتمد، انت مستمر في انك تعتمد على جهل العرب. لما انا هطلع عين اهلك انا دلوقتي. ايه انا ده؟ ايه ده انت؟ ايه ده؟ ايه ده؟ Thank you.